يا مرشد قهو مايل حبيبتي، بس انا فهمتيني، شو اقول لك؟ يعني فاحنا هذا مو احنا اللي ينعكس على نحاسب، الاسره بعد، ما عليك انت وكيان بتنعكس على عيال، الاسره. انت جايب عيال وهي راح تجيب عيال، وتخيلي هذا فما قال المستقبل. هذه شريعه رب العالمين، يعني هذا شرع رب العالمين، نعم، فاحنا ما فينا نعترض على هذه الشريعه. المهم اوصل معك، هل انت من مؤيدين تعديل بعض مواد القانون، القانون الاحوال الشخصيه، مؤمنه فيه كما هو ونمشي عليه، ولا والله لك راي معين انا اشوف المحاميه القانون، ليلى الراشد انا في الموضوع؟ حاليا اشوف القانون قانون جيد جدا، وما وانصف المرأة والرجل. هو منصف المرأة للرجل، بس انت اي لما تين الرجل يعني يشتكي من، سمعنا قبل شوي انا يقول فاهمة لك ايه، الرجل لما يشتكي يشتكي انه ما عنده فلوس صح، يصرف. ليش ما عنده فلوس يصرف؟ لانه عليه قروض، طبعا الزوجة ما تدفع قيمة هالقرض اللي انت خذيته. بس هي انت ساعدته، يمكن تدرين ممكن خذ القرض سافر فيه، ممكن خذ القرض شرى سياره، ممكن خذ القرض حط له تجاره فيه، يعني في امور كثيره يعني، نعم فهمتيني؟ فاما المحكمه لما تطالع راتبه ايش كثر صرف له من هذا الراتب، نعم وبعدين صدقيني لما تيك نفقه احنا ما نقدر نحجز الا على ربع الراتب فقط لا غير، ربع الراتب. فقط ربع الراتب. يصير بعض الأحيان أنا سمعت يعني يصير تلاعب، إنه مثلا يكون عنده شركات أو عنده خير، ويروح الزوج عنده تلاعب على القانون أو تحايل على القانون، بحيث يقول والله تعال القاضي، تعال شوف ترى أنا ما عندي، ما أملك إلا المبلغ، حتى يقتص منه جزء معين نعم في بعض الرجال. لكن إحنا ما نقول الكل، ولكن الأغلبية هم من يشعرون، عندهم الشعور، كون مثل ما قلتي في اتصال. أم أمنية بهبهاني، تفضل أختي أمنية. ألو ألو، ألو، هلا حبيبتي أمنية، حياك، تفضلي. يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبتي. أول شيء عندي سؤال وأبيكم تجاوبون عليه جواب صريح وإنساني ونفساني وكل شيء، حق المطلقات اللي مساكين متيتمين لا متغربلين حول الله، متضيمين. لا يعني عندي سؤال، لما حبيب الريال يعطي، إيه؟ طبعا مو الريال سوري، الحكومة تعطي إيه؟ نفقة العيال العلاوة، هذه النفقة، النفقة الشهرية، إيه؟ لما تجي الأم تسوي الإجراء وتروح محكمة التنفيذ وتاخذ النفقة الشهرية على مزاج الزوج، طبعا النفقة تعطينا إياها الحكومة، إيه؟ بس للأسف الشديد يجي الزوج على مزاجه يدفع. شلون؟ لما تجي هو ما يدفع لك إلا حده حده على الوقت اللي مقرري له. لما ما يدفع شو تقول لك المحكمة؟ تقول لك التين تسوين يعني تصريح او تسوين بلاغ عليه انه هو ما دفع. نفس الوقت بعد ما يطوف شهر، لما يصير فيه فلوس مجمده يسمونها، بعد ما يطوف شهر تروحين تشتكين عليه في هاي تنفيذ الاحكام، هاي شو صليبيه صح؟ صح، تروحين تشتكين عليه ضبط احضار، ضبط احضار، تشتكين عليه وتروحين هنا ويروح ونروح هناك ونسوي له ضبط احضار، شو يسوون؟ الجهة يتصلون عليه كأنه يترجونه رجع علشان تي انت تدفع الفلوس اللي عليك. وشلون انا افكر انه والله هو راح يكلبشون ايده، للأسف ما يكلبشونه، يقول لو سمحت ترى عليك انت نفقت العيال تبين تعال أمنية ادفعها. يكلبشونه يعني؟ يعني يبردون بيكلبشونهم؟ كبدك؟ ما يبرد، ما مو رحم الله والديك، ما يبردون كبد، والديك انا يبردون كبد كل مره متضيمه. لا حول انا ما الله، تحكي عني، انا اتحكي عن يبردون كبد العيال، شو ذنبهم الاطفال؟ المرأة تي تنطر 6 أشهر ولا 7 أشهر ولا العيال ينطرون بيزات، يمكن رايحة ما أخذت لها أمنية. شقة. تقصدين ما يعطي كل شهر، يتهرب تقصدين؟ أيوة برافو. وش يسوي لما نعرف، سمعين خل أقول لك حالة هذه أنا قدامك، لما يعرف أن الجهة الرسمية الضبط وحضار يدقون عليه تلفون، شو يسوي؟ أول شيء بيقولون له، عبالهم يقولون له بنسجنك، أول شيء يروح عباله بينسجن، عباله بيضل، لا شو يقولوا له؟ يقول له شو تسوون فيني؟ يقول تدفع تطلع. شو يسوي؟ قام يدفع بالمطار، اي وهدونه يدفع بالمطار عشان شنو؟ خلاص انا غربلتها، خليتها تسوي ضبط احضار، راحت تبهذلت تضيمت، المهم متى ما دقوا علي ضبط احضار انا راح ادفع. شفت الفكره؟ ليش ما أمنية انت الظاهر من النساء المغلوبات على امرك، لان انا سمعت البعض الاخر من النساء يبهذلون الرجال ويخلونه ضبط واحضار وهو بعيالها، ويتأذب هالفترة بالمخافر. أنا أعرف ناس وتنخش وما يعني تبين على أساس. أنا يعني حقي منظم، لا أنت يعني خوش قصدك؟ خوش امرأة، يعني أنك أنت يعني تقولي ما بي منه شيء، بس أنه يعطي النفقة شهريا أنا بشهرها. شنو اللي أطلبه منكم من الحكومة؟ إن لما يصير المرأة عندها حضانة العيال أو مطلقة أو حضانة العيال، إنه يصير على طول رأسا
وانا هاي بالاحوال الشخصيه. كم عندك بالعيال الله يخليهم؟ اربعه صلوات. الله يخليهم لك ان شاء الله يا رب. الله يسلمك. بس ان على طول راسا لما تجون تحطوا لهم اذا يحط القاضي الحكم هذا يصدره على طول راسا للمراه بعد على طول حسابها الخاص، ما يصير ان المراه بروحها تروح تنفيذ وتي تراكض وغيره، يعني بسرعه يسوون استقطاع حبيبتي على طول من معاشه راسا. حبيبتي الحين نسمع راي المحاميه ليلى الراشد راح تفيد جوالدك حبيبتي. مشكوره ما قصرتي. سمعت الحكي بالتعليق امينه امنيه امنيه بهباني. المشكله ان عندها هي خلل ظهر في اجراءاتها ما التنفيذ. هي بامكانها عمل حجز راتب. الاجراءات ايه خلل في اجراءاتها. هي بامكانها عمل حجز راتب ويحجز راتب الرجل على طول من جهه العمل الى اداره التنفيذ طبعا، ومن اداره التنفيذ راح يحول على حسابها بالبنك. طبعا هي ظهر ما اخذت هذه الاجراءات. تبلغها هي المفروض تروح تسوي حجز راتب اذا تاخر مثلا ومتاخر عن الموعد المفروض يحط فيه. المفروض هي تروح حق مدير اداره التنفيذ وتطلب. كلامك بخير. المراه ليش ما تبلغها المحكمه بهالاجراءات؟ لانه كثير من النساء جاهلات بهالموضوع. لا مو ما في، هي لما تروح بمكتوب كل محكمه في كل تنفيذ شخصي. طبعا التنفيذ الشخصي يختلف عن التنفيذ العادي او تنفيذ الشركات. ففي التنفيذ الشخصي محطوط اجراءات وش اللي المفروض تسويه، حاطين لها تعليمات كامله كل كلها كل كلها. ما تقرا يا استاذه ليلى؟ ماكو حد ما يقرا، وفي كلهم الحين حتى هذول يعرفون يعني شلون يسوون اجراءات تنفيذ. فاقلب شيء احنا مثقفين وما قاعد يقرا، بعد تبينا وحده ملتاحه يعني ولا صاحب الحق لازم يعطونها بقمه راسها. هي صاحبه حق يعطونها ورقه ما فيها الاجراءات هذه. هي صاحبه حق المفروض تعرف حقها وين. هي اول شيء تسويه تروح تحجز على راتب زوجها، وراح يحول لها مو على اداره التنفيذ، راح يحول لها على حسابها مباشره. تحط رقم الحساب اللي المفروض يتحول عليه وراح ينزل لها شهريا، وراح يقصون المبلغ اللي مباشره الى حسابها بالبنك. زين في تلاعب يصير من قبل الزوج ولا لا؟ اذا ما عملت حجز راتب عرفت شلون؟ اكيد راح يصير تلاعب. ساعات يقولك ما يحطه اول شهر او يحطه اخر شهر، بس هل او يسحبه كله؟ ما يقدر. هو لازم هذا اللي انا اعرف انه مشكلتها هي ايداع يدوي. انه هو اللي قاعد يديع، انها مو مسوي عليه اجراءات تنفيذ. استاذتنا الكريمه في اتصال من يوسف العوضي. اهلا اخو يوسف، نقول له تفضل. هلا اخو يوسف، يعطيك العافيه. الله يعافيك ويبجيك. تفضل اخو يوسف، مشاركتك. ممكن اشارك لو سمحت؟ تفضل، الهوى لك. الله يسلمك. مع انا احب ارد على الاستاذه ليلى الراشد. كمحامية ليش تدافعون عن الحريم ما تقولون عن الرجال شيء؟ شلون دافع عن الحريم؟ شلون احنا نتكلم عن القانون؟ انا متزوج 21 سنة. ها متزوج كثر؟ يتو الناس 21 سنة. اي العمر كله ان شاء الله. أفاجئ إن المرأة تروح المحاكم تطلب الطلاق مني والطريج. ليش؟ ليش أنت تقول لي ليش عاد؟ أنت لأني عرفت إنها عاشقت لها واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول بعد 21 سنة. ها؟ بعد 21 سنة. هذا خلل فيها. زين يوسف. أفاجأت إن راحت تطلب الطلاق وتبي نفقة. تبي نفقة، انزين. بعدها سويت؟ مع الأسف أن هذه مال الشؤون الأسرية حولوني عليها. إيه؟ هم اللي يشجعون المرأة على الطلاق. شؤون الأسرية؟ إصلاح ذات البين؟ نعم، وبعدين أخي تفاجئ أني أنا تروح حق المحكمة تقول أبي نفقة، يقول القاضي تبي نفقة المرأة؟ قلت له والله صار لها 21 سنة قاعد أوكلها، الحين تبي نفقة؟ أنا حاضر. إيه؟ إذا مقصر بحقه. وخذ منك نفقة. الحين يقصون يوسف من معاشك؟ قالوا لي 100، قلت له 150 دينار. حاضر اذا انا منقص بحقها. عندك عيال؟ لا الحمد لله، هذه نعمه من الله اللي الله ما اعطاني عيال. 21 سنه والله انك زوج مخلص. فان شنو افاجئ المحكمه تطلقها عقب سنه اني انا ادري ان مطلقه. اي نعم. الحين ايش كثر مطلق يوسف؟ 24 أربع سنوات. الحين ما في نفقة طبعا، ما في نفقة صح؟ لا طلعت نفقتها من عينها سنتين من المحكمة.
أنا شاكرة لك أخوي يوسف على الاتصال، ويعطيك مليون عافية. نسمع رأي